مساء الخير مشاهدينا في كل مكان، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم جمالك مع داليا على قناتكم قناة الصحة والجمال. وزي ما وعدناكم إن في كل حلقة هيكون معانا موضوع مهم ومختلف هنتكلم فيه عن أسرار، سر من أسرار الجمال والتجميل والصحة. بس النهاردة أنا حبيت أخرج بره الصندوق، يعني بمعنى إن أنا في موضوع مهم جدا كل السوشيال ميديا بيتكلم عنده، وهو الترند الأول على السوشيال ميديا. عارفة أن الموضوع اللي هتكلم فيه هو ما يخصش أي حاجة بالحلقات بتاعتي، بس أنا حبيت أتكلم فيه لأن ناس كتير قالت لي أنت إزاي ما كلمتيش عن شهيد الشهامة محمود البنا؟ إزاي لحد دلوقتي ما قررتيش حتى ترفعي بوست على الفيسبوك عندك على الصفحة تتكلمي فيه عن شهيد الشهامة محمود البنا أو عن القضية بتاعته وتدافع عنه وتحاولي تجيبي حقه؟ بس أنا قررت إن أنا ما أطلعش بأي حاجة إلا على الهوى، بحيث إن أنا أتكلم عن القضية وإن محمود استشهد عشان كان بيجيب حق بنت، وإن أنا بقول لوالدته ولكل بنت ما تقلقيش إن محمود وفي ألف زي محمود هيدافعوا عنك، ما تقلقيش إن أنت بعد كده أما تنزلي أي ولد هيخاف إن هو يدافع عنك، وإنك هتبقي قلقانة من أي شخص هيتعامل معاكي ببلطجة أو بقلة أدب. لا، في ألف شهيد هنقابله زي محمود البنا، وزي ما هو راح علشان خاطر بنت، البنات هي اللي هتجيب حقه، وكلنا هنحاول نجيب حق محمود، وعمرنا ما هننسى القضية بتاعته، أو إن احنا مسافة ما يعدي يوم أو شهر هننسى القضية. احنا في ايه يا جماعة؟ احنا فين؟ احنا بقينا في غابة. احنا كل يوم بنقابل موضوع زي موضوع محمود، بس محمود القضية انتشرت معانا وخدت ترند الأول، بس في الشهيد رمضان برضك سمعنا عنه على السوشيال ميديا، في الطفلة البريئة، طفلة لسه مفيش، لسه ما شافتش المدرسة، ما حسيتش أي حاجة، ما شافتش حاجة في الدنيا، تتقتل وتتعذب من مين؟ من أهلها. يعني احنا كل يوم بنكتشف خطورة. دلوقتي اي بنت هتخاف تنزل الشارع، اي طفلة هتخاف تقعد مع خالها من طبعا كل الجرائم اللي احنا بنشوفها، اي بنت دلوقتي صغيرة لو حد بيطبطب عليها كده هتخاف، الاطفال بتتخطف، كل حاجة بقينا نخاف منها. احنا هنتحارب من بره ومن جوه؟ بس برضك الحمد لله في أبطال عندنا زي الشهيد محمود، في أبطال كتير بنشوفهم كل يوم بيضحوا بشبابهم عشاننا. وأنا حبيت النهاردة يكون معايا نموذج من الشباب، إن أشوف حالتهم النفسية وصلت لإيه، أشوف مثلا وصلوا لإيه دلوقتي. لو في ولد هيدافع عن بنت، لو في بنت هتخاف تنزل من بيتها، اللي هم حاسين بيه دلوقتي حالتهم النفسية. معانا النهاردة النموذج سيد سعيد. ازيك يا سيد؟ نورتنا. معانا شيماء. نورتينا يا شيماء. بصراحة أنا حبيت النهاردة أخرج بره نطاق الجمال والتجميل والصحة والنفسية، حبيت أن أنا أتكلم معاكم كشباب، بحيث أن هو الموضوع وصل للترند الأول معانا على السوشيال ميديا، فحبيت أن أنا أجيب نموذج من الشباب نتكلم عن الموضوع ده. هنبدأ بشيماء. أنا اتفضلي. انت بعد كده يا شيماء هتخافي تنزلي من البيت؟ هتخافي ان انت تقولي لواحد قريبك انا فلان عكسني؟ الموضوع ده اثر جواكي بايه؟ حاجات كتير. هو انا قبل موضوع محمود كنت بخاف اصلا انزل الشارع من اللي انا بشوفه، من اللي بتخرج بيتها ما بترجعش، واللي بتتخطف، واللي بتخرج ما بترجعش سليمة. وانت ما شاء الله عليكي محجبة ولبسك ملتزم، يعني ان انت يعني ان في بنات كتير بتخاف بقى ان لو مش محجبه او كده هتعاكس، انت حاليا محجبه؟ هو الخطر اكتر للمحجبه دلوقتي، يعني انا ممكن ابقى ماشيه مع واحده صاحبتي مش محجبه او لبسها مش كويس، هي ما بتتعاكس انا بتعاكس. تمام. هي بتقابل حاجات كتير ما بتضايقهاش، ولو حاجه بسيطه ضايقتها فالموضوع بيعدي. انت بيكون رد فعلك ايه؟ هو انا لما حد بيضايقني او بيعاكسني في الشارع ما بردش عامه، يعني هو ده اللي والدتي علمتهولي، وكمان انا مخطوبه. انت بتنصحي اي بنت ان هي لو حد عاكسها ما تردش؟ هو احسن اسلم حل واحسن حل ان هي ما تردش،
لان وارد جدا اي حد يبقى ماشي معاه حاجه، يبقى معاه شله شباب زي محمد رابح كان معاه اصحابه وشجعوه اكتر ان هو يقتل محمود، تمام شجعوه اكتر على الغلط. كمان تمام الصحاب والشله والاختيار بيكون سبب كبير جدا وعامل مهم جدا في تحريك عقول الشباب وفي تشكيل اسلوبهم وسلوكهم. والاكيد بترجع للتربيه برضو معانا، التربيه بتبقى رقابه انت في اكتر. اول الكلام قلتي انا اتربيت على كده، طبعا يعني التربيه اساسي معانا، التربيه عامل مهم جدا والرقابه شكرا اكتر. يا شيماء. حاليا حابه اسالك سؤال فعلا، يعني ايه هو يعني من جوايا دلوقتي، ان فعلا اي شاب زيك انت دلوقتي شيماء اتعكست قدامك هتدافع عنها؟ اكيد طبعا، اللي عمله محمود ده اي حد مكانه لازم يعمل كده. ومش معنى ان محمود اتقتل علشان خاطر هو بيدافع عن بنت كان بتتعاكس او حد بيضايقها في الشارع، ولو ما رجعش حقه، يعني زي ما الناس ما بتقول ان محمود لو حقه ما رجعش، وخصوصا البنات بتقول كده ان محمود لو حقه ما رجعش احنا بعد كده مش هنامن ان احنا نمشي في الشارع والكلام ده كله، لان محدش هيدافع عننا. الكلام ده غير صحيح طبعا، لان اي حد مكان محمود كان لازم يعمل كده. واحنا كشباب ما زلنا برضو عند موقفنا ان اي بنت هتتعاكس قدامنا، بس ده الشباب اللي متربي يعني على كده اصلا، يعني من البدايه هو متربي ان لو شاف بنت بتتعاكس لازم يدافع عنها ولازم ما يخافش، لان حقه قبل ما يكون هيجيله الاول من البلد او من القضاء او من الشرطه او هيجيله عند ربنا الاول، لان ده عمل يعتبر ديني قبل ما يكون مثلا عمل دنيوي. يعني انا من وجهه نظري كده، يعني اللي هو لا، كلنا لازم نبقى زي محمود، حتى لو محمود حقه ما رجعش. انا لو شفت بنت بتعاكس قدامي في الشارع طبيعي ان انا لازم ادافع عنها، وخصوصا من الفيديو اللي شفناه ان الولد بيمد ايده على البنت، يعني ده كان طبيعي جدا، واي واحد عنده نخوه وعنده ضمير يشوف بنت بتتمد الايد عليها لازم يتكلم مهما كانت الظروف او ايا كان اللي هيحصل بعد كده. هو ما بصش لكده، هو بص ان في بنت بتتعاكس. ما اثرش على نفسيتك؟ اكيد طبعا طبعا، بس انا في نفس الوقت مش زعلان ان هو توفى او اتقتل، او هو استشهد، لانه هو شهيد يعتبر. أيوة هو شهيد عند ربنا، ولو حقه ما جاش في الدنيا اكيد طبعا ربنا هيجيب له حقه في الاخره طبعا، وهيعوضه عن اللي حصل في الدنيا. وكفايه اللي احنا شفناه حب الناس لمحمود بعد ما اتقتل، كل الدنيا بتتكلم عن محمود وان حق محمود يرجع وهكذا. يعني كلنا بنقول محمود عمل ايه في دنيته عشان شعب مصر كله الدنيا كلها تتمنى له، بيدعوا له بالرحمه، ودايما بنقول لمامته ربنا يصبرك وان شاء الله هو في الجنه، وبندعي له ان حقه يرجع. وطبعا قضاء مصر قضاء عادل، اكيد اكيد هيجيب حق محمود. وزي ما قلنا في اول الحلقه، زي ما محمود استشهد عشان خاطر بنت، البنات هي اللي هتجيب حقه ان شاء الله طبعا، والشباب. بس احنا بنطالب ان فعلوا الهاشتاج يا جماعه، مش النهارده عدى نسكت بكره، لا كل يوم لحد ما حق محمود فعلا يرجع. دايما نخليه هو الترند الاول، بحيث ان قضيه محمود الكل يتخذ منها موعظه. لازم ان احنا يبقى راجح، يبقى عبره لكل شاب بيحاول ان هو يتطاول على بنت او يسبب في بلطجه ويلم شباب حواليه ويصرف ويعمل ويلم مجموعه شباب وتحرج بدي يغلس على دي وما تقلقش انا مسنود. لا ما تفكرش كده، احنا الحمد لله قضاء مصر قضاء عادل وهيرجع حق محمود ان شاء الله ان شاء الله. شيماء احنا معانا مداخله الاول. طيب تمام، معانا احمد من طنطا. الو الو الو، ايوه يا احمد. احمد حماده معاك، اهلا بيك حضرتك. دلوقتي انا عاوز اقول يعني حرام يعني اللي عايشات بمظلوم لما يدافع عن واحده ازاي اللي هو يضربه. يعني انت دلوقتي زعلان عشان خاطر الشهيد محمود البنا. ايوه مظبوط طبعا. طب انت رد فعلك ايه يا احمد؟ انا جدا جدا. انت رد فعلك ايه لو شفت بنت بتتعاكس هتدافع عنها؟ ممكن توطي التلفزيون شويه؟ ما لازم ادافع عنها عشان دي بنت. حضرتك دلوقتي انا بتكلم على المرحوم الله يرحمه، اللي ازاي اللي هو يعني بيدافع عن واحده، وازاي واحد يضربه ويغزه، ده حرام.
شكرا لاتصالك يا احمد. احنا رجعنا لشيماء تاني. دلوقتي يا شيماء، انت بتنصحي باي بنت ان هي لما تتعاكس، احنا انا سالتك السؤال واحنا عديناه، لما تتعاكس تقول لاهلها ولا ان هي خلاص الموضوع يعدي معانا بقى يا جماعه، احنا كفايه دم وكفايه اللي احنا فيه؟ انت لو اتعاكستي هتقولي لحد من اهلك؟ لا مش هتقولي، بعد اللي شفتيه مش هتقولي. مش هقول، مش هقول، هيخاف على مني. معانا مداخله. اي واحد بيخاف على اهله. نهال، الو، انقطع الاتصال، حاولي بينا الاتصال تاني يا نهال. ارجع لك تاني يا شيماء، قولي بقى فكرتك ايه. انا لو قلت يبقى انا بخسر حد من اهلي، اللي ليا هيخاف عليا وهيتوقع ان ممكن اي حاجه بعد كده يكون المجرم ده مخبيها، هيتربص لي فيها، هيعمل فيا حاجه، زي ما حصل مع محمود. المجرم كان متربص له وخده على اخوانه. لا بس احنا هقول لك على حاجه، احنا مش عايشين في غابه، احنا عندنا قضاء عادل، وطبعا اي حاجه زي ديت لازم تلجئي فيها للشرطه، والشرطه تجيب لك حقك. اكيد طبعا. احنا لو قعدنا كل واحده بقى هيتحرش بيا واخاف وهروح اقول لاهلي ايه، طب ما هو ممكن كده يخطفك ويعمل اللي هو عايزه، وانت كده كده خايفه ومش هتتكلمي. لا انت كده بتسمحي لهم ان هم يعملوا اللي هم عايزينه. لا انا بطالب اي بنت، اي يعني اي سوء معامله كده من اي شاب بتقابليه، شكرا، عندك مركز شرطه، اي مركز شرطه قريب منك هتتجهي ليه، وطبعا اول ما هتتكلمي مع اي ضابط هناك هيجيب لك حقك، هينزل معاكي وفعلا هيشوف مين اللي حاول ان هو يعكسك وهيجيب لك حقك. بلاش يا ستي هنبعد عن الاهل، انت خايفه على اخوكي، عندك الشرطه هتجيب لك حقك، ما تخافيش. اكيد طبعا. معايا مين؟ دوات من اسوان، اهلا بيك. دوابه من اسوان. دوابه، اهلا بيك يا دوابه. حضرتك انا ليا راي يعني. اتفضلي. دلوقتي حضرتك الواضح جدا القصه مش قصه بنت بس. تمام. القصه قصه ضلع يعني مش مظبوطين، وده ولد مظبوط ومحترم وماشي في مدرسته كويس، والمكان الناس كلها بتشهد له بالادب والاحترام والاخلاق، فده واحد غالي عليه وحطه في دماغه، مجرد انه هو قال فرصه عليها قضى عليه. لعلم حضرتك يعني. اي نعم هم دي العيال دي اصلا تلقاها اكيد بتلف مع بعضها، واكيد عيال مش مظبوطه اساسا. ايوه احنا شفنا كذا فيديو. كلهم غلين عليه، كلهم غلين على الواد ده عشان ادبه واحترامه واخلاقه، فمش لاقين عليه حاجه، مجرد انه هو اعترض عليه على البت، الغل والكراهيه اللي جواه طلعت مره واحده وقضى عليه. تمام. ده واضح جدا ان القصه مش قصه بت بس، لا ده القصه قصه كراهيه كامله جوا هذا الشخص. غيره من التربيه السليمه. مش مظبوطه يعني، هم شله مش مظبوطه ماشيين مع بعض، بيأيدوا بعض في الشر. هو كله يرجع للتربيه برضه. شكرا لاتصالك. معايا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. انا والله انا عايز اقول لحضرتك ان محمود البنا ده مثال والله للشباب، ويا ريت يكون مثال لكل الشباب دلوقتي اللي بيتفرجوا على حضرتك، واحنا كلنا وراه طبعا، ربنا يرحمه وهو شهيد في الجنه ان شاء الله. وانا بعزي والله والدته وربنا يعينها هي ووالدها ووالده يا رب. الموضوع ده اثر في نفسيتك يا محمد؟ انا حابه اسالك سؤال، الموضوع اثر في نفسيتك لو شفت بنت بتتعاكس قدامك هتدافع عنها؟ لا طبعا اثر، بالذات ان هو كمان في نفس سني وشاب يعني، وهو باين عليه اساسا ان هو جدع ومن الصور بتبان يعني، وانا اكيد هعمل كده لو حطيت في الموقف ده. يعني الموضوع ما اثرش على نفسيتك او خفت او اتراجعت ولا انا مالي انا همشي جنب الحيط لو شفت حاجه ماليش دعوه والكلام ده كله؟ لا 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 طبعا، لا لا طبعا ما عملتش انا كده، واي شاب مصري جدع يعني زي محمود البنا الله يرحمه هيعمل زي ما عمل بالظبط. يعني لو شفت مهاجمه قدامك هتدافع عن البنت؟ اه طبعا. شكرا لاتصالك يا محمد. معايا ندى من القاهرة. الو. اهلا بيكي.
ازيك يا استاذه داليا؟ اهلا بيك يا ندى. والله منوره يا حبيبتي، انا بحبك جدا جدا. ده نورك، ربنا يخليك. وبجد انا بشكرك جدا جدا انك اتكلمتي في الموضوع ده، برغم ان برنامجك مش اجتماعي، هو الاكتر ميك اب او كده، عشان انا متابعه البرنامج. بجد انا بشكر حضرتك ده مبدئيا. ربنا يخليك. تاني حاجه يا استاذه داليا، انا طبعا متضامنه جدا مع شهيد الشهامه، اللي احنا اصلا بقينا في وقت مفسدين، بقى فيه اشباه رجال، يعني قليل قوي نسبة الرجولة أو الشاب يكون بجد دافع عن بنت. هو محمود أثبت لنا أن الرجولة لسه موجودة. بالضبط، الدنيا لسه بخير. وبجد أنا بشكر أهل محمود أن هم ربوه، وفرحي مامته تفرح والشعب المصري كله يفرح أن احنا لسه عندنا رجالة بمعنى الكلمة، برغم أن سنه صغير. سنه صغير جدا. بالضبط، التصرف اللي تصرفه كان أكبر من سنه بكتير، بس هو فعلا راجل ونحتسبه عند ربنا شهيد. بس في حاجه يا استاذه داليا انا عايزه اضيفها للبرنامج. اتفضل. هو الموضوع ما بقاش السوشيال ميديا على القتل بس، ده في مصايب. احنا ليه وصلنا للمستوى ده ان احنا بقى عندنا العنف بزياده؟ هل دي بترجع فعلا للافلام البلطجه ولا التربيه ولا ايه بالظبط؟ اتمنى من حضرتك تستضيفي دكتور يتكلم او يتناقش في الموضوع ده، لان الموضوع بقى زياده عن اللزوم. ان شاء الله. الناس بقت غير طبيعيه، مش عارفه هم مرضى نفسيين ولا بقى في ايه في الدنيا. الموضوع بقى يتحسن. الشعب المصري كله يعني في طبقات، ناس فعلا متربيه وفي ناس مش في دماغها، في ناس خلاص يعني عاشتها بلطجه، تقريبا بيحبوا يمثلوا اللي بيشوفوه. بس هقول لك على حاجه بخصوص ان انت فتحتي الموضوع ده. الافلام كان هدفها منها الهدف منها ان هو بيوريكي في الاول هو ايه وعمل ايه وبيخوف ازاي وبيرعب ازاي وفي الاخر بيبقى عامل ازاي. مثلا زي شفنا في الامثال اللي احنا مش عايزين نتكلم عن الناس نفسها، بس انا بتكلم ان هم فعلا بينوا لنا ان الشخص في الاول بان ازاي، ان هو همجي وبلطجي وبيجيب حقه ازاي وبيعمل ايه وبيقدر يسيطر على ايه، وفي الاخر ايه اللي بيحصل له من الدوله. احنا ما بنشككش خالص في نزاهه القضاء، احنا عندنا اعظم قضاء تمام في الدنيا كلها، وعندنا شرطه حميانه، وده اكبر دليل ان احنا ما فيش عندنا محسوبيه ولا ابن مين ولا مش ابن مين، احنا كلنا سواسيه والشرطه دايما في ظهرنا، وفعلا فعلا احنا بقينا مستقرين امنيا. وبشكرك جدا. شكرا للمره الثانيه. شكرا ليك يا شكرا ليك. معايا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. والله يا ست الكل، اللي بيحصل ده مهزله في البلد. ايوه. اللي بيحصل ده حضرتك مهزله في البلد. وقله تربيه وقله وعي. ليه واحد زي ده بيدافع على بنت؟ يروح في طف كده. الله يصبر اهله، الله يصبر امه وابوه. عاوزين نبص حضرتك لو نزلت، يا ريت توصلوا اللي بيحصل ده للساد رئيس الجمهوريه. الموضوع مش ده. انا راجل عندي 5 بنات وبطلع اشتغل بره، بغيب لي بالثلاث اربع ايام بره على البيت ليله، ببقى طالع جلجان على اولادي، خايف على اولادي. ما ينفعش اللي بيحصل ده. نبص للشباب اللي بيشربوا مخدرات وبياخدوا برشام. انا مراتي اتعكست وهي في ايدي. اعمل ايه حضرتك؟ اعمل ايه؟ بيشربوا مخدرات وبيشربوا بنج وبياكلوا برشام. ما بتبلغش ليه؟ ما بتبلغش عنهم؟ الموضوع ده لازم توصلوا لاعلى مستويات، ولازم الاستاذ وزير الداخليه يشدد على الحكومه بالوضع ده، الشباب اللي في النواصي وبالذات مركز كفر الزيات. طب احنا من خلال البرنامج بنقدم لمركز كفر الزيات مناشده من خلال البرنامج عن ان لا للمخدرات هناك. الدنيا هنا يا ست الكل، للشباب على النواصي، الدنيا هنا بايظه. ايوه، وطالبين رقابه طبعا على المدارس. ولا بتحمل المسؤوليه على اللي بيحصل ده. ايوه، على اللي بيتجال ده. اللي انا بقوله انت بتطالب المسؤولين. انا راجل عندي 5 بنات، بخاف على اولادي. بنتي لو طلعت العصر المغرب بخاف عليه. انا بخلي بتصل كل دقيقه بعيالي في البلد. انت اولاد من العصر جدا ما تطلعوش بره البيت. العصر جدا ما تطلعوش بره البيت. احنا بنطالب بالرقابه في المواضيع دي كلها. شكرا لحضرتك. احنا دخل لنا مداخلات كتير
وده فعلا يبين قد ايه ان الشعب المصري دوت جدع جدا، وفعلا بيحاول يجيب حق اي حد اتظلم، واحنا كلنا فعلا بنحاول نحافظ على البلد دي على قد ما نقدر. بس زي ما بيقول راجل عنده 5 بنات خايف عليهم من بعد العصر ما بينزلهمش، فين الرقابة؟ انت رأيك ايه؟ طبعا يعني انا والله الكلام ده يزعل جدا، ان زي الحاج ما بيقول كده ان بناته ما بتنزلش، او ما بيقول لاولاده ما تنزلوش من بعد العصر. لا يعني احنا ان شاء الله مصر بلد الامن والامان طبعا. لا يا حاج خلي اولادك ينزلوا، وزي ما في شباب يعني زي ما محمود توفى او استشهد بسبب ان بنت بتتعاكس، فاكيد في 1,000,000 محمود يعني هيدافع عن ولادك وعن بناتك، واللي بيحصل ده لازم ليه حدود اكيد طبعا، ولازم هيبقى في تدخل، والقضاء ان شاء الله هيجيب حق محمود علشان خاطر الناس ما تخافش وتقول لا زي ما محمود اتقتل وما جاش حقه. لا 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 ان شاء الله القضاء هيجيب حقه وزياده كمان. انت بيفرق معاك لو البنت بشعر او من غير شعر انها تتعاكس؟ والله دي حريه شخصيه، انا ماليش ان انا اقول للبنت انت تمشي بشعرك او تتحجبي او او او، دي حاجه ترجع لها هي. انا ربنا امرني ان انا يعني ايه، انا بقول النصيحه بس، لكن انا ما اتدخلش في امورها الشخصيه او اقول لها تتحجب او تمشي بشعرها. طيب من خلال ان انت شاب، يعني الشاب بيعاكس البنت في حاله ايه؟ والله هو انا يعني من وجهه نظري اول حاجه هي قله الدين، ان انا اشوف بنت معديه قدامي اعاكسها ايا كان، زي ما قالت حتى شيماء ان هي سواء بحجاب او مش محجبه فهي بتتعاكس، فده بيبقى نقص اصلا عنده في الدين. هو بمجرد ان هو يشوف بنت معديه قدامه هو عنده طابع ان هو انا لازم اعاكس دي، حلوه بقى وحشه مش فارق، هو مش فارق معاه، هو في اعتقاده ان انا لازم اعاكس بنت معديه قدامي، مش فارق معاه بقى حجاب شعر، هي حلوه هي وحشه دي مش قصته اصلا. خلاص هو ما ترباش ان هو يكون محترم، ان هو ازاي لو بنت معديه قدامه وهو طلع من بيته كده، ان هو لا مفيش حد من اهله وعان، دي زي اختك هتبقى زي زوجتك زي والدتك، ما ينفعش تعمل كده معاها. هو ما ترباش على كده، هو ما لقاش اللي يعلمه ان ازاي بنت معديه ما ينفعش تعكسها. بل بالعكس انت المفروض تجيب لها حقها لما تشوف بيتعمل معاها كده. لا لا هو ما ترباش على كده، ينصح. بالظبط كده، فده يعني نابع من التربيه نفسها. نرجع لشيماء، انت دلوقتي عايزين كلمه منك لوالده محمود. تمام. الصراحه انا بحترم، انا حاساك انت متاثره من ساعتها، عنيكي مدمعه ومتاثره وفعلا زعلانه، فانا عايزه كلمه منك لوالده محمود. وانا متاثره جدا، انا كان بيجي عليا وقت بنام احلم بيه، اشوف يعني الصور اللي انا شفتها على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى اليوتيوب ما بتفرقش خيالي، وحاسه ان هو اخويا فعلا بجد اللي شكله كده بالمنظر ده. فانا عايزه اقول للست ديت ان هي ما تزعلش وما تحزنش، وتفرح وتفتخر بتربيه ابنها الشهم الراجل، واكيد في زي ما سيد قال 1,000,000 محمود في البلد، في 100 أم مصريه مربيه ابنها زي محمود، في 100 شخص هيطلع باسم محمود. وعايزه اقول لها ربنا يصبر قلبك ويصبر قلوب الاسره كلها. تدعي البنات بايه؟ ان هم يعملوا ايه لمحمود؟ هم نحاول نجيب حقه ازاي؟ هو الحق هيرجع ان شاء الله. لا ان احنا ما نتوقفش ونعمل هاشتاج وندعي له كتير، وان شاء الله في الجنه وربنا يرحمه ويغفر له ويسامحه. ايه معايا سيد؟ السلام عليكم. عليكم السلام. مدام داليا معايا؟ ايوه اتفضل. هو في احنا عايزين لما ندخل في الموضوع ده ندخل في خطوات كده ايه عشان نعرف الحل فين. اول حاجه هو شهيد، لان الدفاع عن العرض دي شهاده معروفه يعني. تمام. وفي بعض الخلل في القانون بتاعنا برضو، حكايه الاحداث وعيل صغير ومش عارف من قتل يقتل. وبعدين محمود انت بتطالب بتعديل النص ده، الماده دي ان هو حدث ما ياخدش اعدام عشان لسه صغير والكلام ده. ده مش مبرر، هو موت ما هو محمود الصغير مات بالنفس. محمود الصغير برضو مات، كان ايه ذنبه؟ دي حاجة. فمحمود اذا كان مات فهو في عيننا كلنا وعين اهله، هيميت قدامنا 100 مرة. هم لو ماتوا خدوا حب هيموتوا مرة واحدة، فمش هيتبكي عليهم اساسا، لان ذنب محمود مش معروف، انما هم ذنبهم معروف. دي حاجة. الحاجة الثانية بالنسبة للشباب اللي بيمشي مخدرات في الشوارع والناس كلها شايفاها، يعني عينك. وبعدين مش معقول هشوف شاب ده اروح ابلغ اقول لك ده
تعالى شوف ده شاب ماشي بالشرب مخدرات. انا بطالب حملات 24 ساعه، لدرجه حتى ان انا بطالب ان الدكتور يبقى معاهم في البوكس عشان يحلل فوري اذا كان ده متعاطي ولا مش متعاطي، عشان نلحق الجريمه قبلها، ما نستناش بقى لما الجريمه تحصل وبعد كده نجري. ما ينفعش. فهي حاجه يعني حاجه مؤلمه جدا يعني. وعلى فكره مش محمود بس، اي حد ممكن يتعرض لحاجه زي كده، ومش شرط حتى اللي بيقتل ده، مش شرط ان محمود بيدافع عن اخته او بنته او كده، ممكن اي واحد عادي ماشي التاني في مزاجه طلبت معاه ان هو يقوم ضربه ويضربه ويمشي. فاحنا عايزين لما نتكلم في القضيه وعلاجها، ما نفضلش بقى ان اللي هو علاجها من وجهه تاني. نظرك ايه؟ علاجها من وجهه نظرك ايه؟ هو زي ما انا قلت التعديل في النقطه دي، ان اللي قتل ده ما نستناش، ما نعرفش سنه ايه، لا من قتل يقتل، ده معروف. تمام. حتى لو في ثلاثه في القضيه ما تبصش. بالظبط كده. ما انا شعوره مش هيجي محامي برضو واحد ده يديله فلوس وبتاع، محامي شاطر وكده، وبعد كده يطلع ياخد ثغرات من القانون كده ان هو ايه يخرج بيها القضيه. ما ينفعش يا جماعه. بس احنا برضو عايزين نوعي الشعب ان القضاء بتاعنا عادل، وان شاء الله هيرجع لنا حق محمود، وكل اللي زي محمود ان شاء الله حقهم هيجوا، حتى لو عدى فتره قضاء مصر قضاء عادل، ما نقلقش من حاجه زي دي. احنا فعلا بنطالب بان احنا ينزل دايما حملات يشوفوا اللي واقف بقى، يشوفوا الموضوع المخدرات ده ايه، طبعا انتشر جامد. بنطالب بحملات دايما ان هي تنزل تأمننا وتطمن البنات، ان دلوقتي البنات كلها خايفه تنزل، يعني من بعد المغرب دلوقتي اي بنت بتخاف تنزل. عايزينهم ان هم لما يشوفوا ان في حملات، لا انا همشي وانا مطمنه، عارفه ان في شرطه هتدافع عني. وعشان المداخله وكلامنا في القانون، احنا معانا المحامي اسلام سنه. اهلا بك يا استاذ اسلام. اهلا بحضرتك واهلا ببرنامج حضرتك الكريم. ربنا يخليك. ونشكر حضرتك طبعا على اللي حضرتك تبنيت موضوع يمس الراي العام، اللي هو موضوع راجع. وحضرتك الموضوع ده اللي هو بيمثل نفوذ اهله، اللي هم كده هيقدروا ياثروا على القانون، واللي هم يحاولوا يلعبوا بتاريخ ميلاده عشان يخلوه قاصر امام القانون ويهرب من حكم الاعدام. ودوت طبعا شيء مفيش اي حد يقدر اللي هو يقف عليه. فحضرتك دوت الان احنا معانا سؤال لحضرتك الاول. تقولي ايه حضرتك؟ معانا سؤال لحضرتك الاول. حضرتك ايه هو سؤالك؟ انا كنت حابب اسال حضرتك، بما ان حضرتك محامي وراجل قانون وتفهم في القانون عننا، جريمة حمل سلاح أبيض أصلا، يعني بعيد عن جريمة القتل، جريمة أو حكم إن أنا حامل سلاح أبيض، دي حكمها إيه في القضاء أو في القانون؟ حكمها في القانون حضرتك من 3 سنين لـ7 سنين. يعني ده في حد ذاته قضية تانية للقاتل، إن هو حامل سلاح أبيض. حامل سلاح أبيض بدون ترخيص. تمام. إيه هو حامل السلاح الأبيض؟ أيوه بالظبط، أنا بسأل على كده بس. يعني ده في حد ذاته قضية تانية. هو في حد ذاته كده قضيه ثانيه. تمام. بدون ترخيص. ايوه تمام ماشي، شكرا يا فندم. ماشي. استاذ اسلام. ايوه مع حضرتك. حضرتك من وجهه نظرك ان موضوع السن ده، انت شايف ان احنا فعلا نطالب بتعديل القانون؟ هو حضرتك طبعا لازم نطالب بتعديل القانون. لان الوقت اللي هو بيظهر البلطجه وسط اعراض القوه وبيتحمى في سنه، اي شاب دلوقتي هموتك واخد فيك 3 سنين واخرج. وممكن حضرتك كمان مش 3 سنين، ممكن لحد ما يتم السن، ممكن لحد ما يتم السن القانون يقف. فهو حضرتك القانون لازم يتعدل، لان الوقت هو معتمد على لسنه. الوقت حضرتك القانون لازم يتعدل. ايه توقعاتك النهارده في القضيه في حاله ان الموضوع اتاجل وان هو قاصر؟ ان شاء الله الجلسه الجايه حاله اوراق تدوس المفتي. ان شاء الله. ده توقعاتك؟ ده توقعات حاله اوراق تدوس المفتي.
لان التدخل والنفوذ لو ما كانش القضيه اتحولت راي عام ايوه كان هياخد فيها براءه. لو القضيه ما كانتش يعني احنا الحمد لله ان احنا كلنا تفاعلنا وعملنا موضوع ان احنا كلنا نعمل هاشتاج لمحمود ونحول القضيه قضيه راي عام، غير كده كان هياخد براءه ويطلع. كان هياخد براءه واي واحد اهله كان هيجيبوا اي واحد بالفلوس يشيلوا القضيه، وحصلت كتير قبل كده مش ديت بس. طب انت رايك لو بنت دلوقتي حصل لها اي موقف زي موضوع الشهيد محمود البنا، لو اي بنت دلوقتي اتعكست وماشيه في الشارع، انت من خلال رايك كده ان انا اقول لاخويا ولا اروح للشرطه؟ من خلال رايي اروح للشرطه. ما عدتش اخليها اهالي او اتحامى واقول لشخص واقف او كده، اذهب للشرطه على طول. حضرتك اخد الاشخاص اللي واقفين استعين بهم كشهود على الواقعه اللي حصلت قدامهم، استعين بهم كشهود على الواقعه اللي حصلت قدامهم واعمل فيه محضر رسمي. احنا مش في بلد بلطجه، احنا في بلد قانون. احنا في بلد قانون. انا شفت واقعه فعلا بالفعل امبارح، راجل طالع على اكل عيشه بخصوص موضوع الحلقه النهارده والبلطجه والكلام ده كله، راجل خارج اكل عيش، انا مش هذكر اسماء او هقول او فيديو او كلام من ده، انا بحكي واقع انا شفتها بعيني. راجل خارج على اكل عيشه راكب توك توك ماشي غلبان، يعني راكب توك توك وماشي في حاله، في توك توك حكوا في بعض حاجه بسيطه، ولا ده الضر ولا ده الضر، ده نزل دقيقة كان الراجل اتعور في ثانية، ده اللي احنا بنشوفه دلوقتي. طب وحضرتك ما شفتش حاجة تانية؟ اللي هو التوك توك اللي سايقه أكيد شاب صغير. شاب صغير تمام، الشاب الصغير دوت معاه رخصة قيادة؟ لا طبعا. لا معاه التوك توك اللي هو سايقه مرخص؟ لا طبعا. ما دوت ترجع للدولة اللي احنا فيها، لو الدولة رخصت شافت اللي سايق دوت معاه رخصه قياده خاصه تمام، شافت اللي هي رخصت له الدراجه البخاريه اللي هو التوك توك اللي هو سايقه انا تمام. بتكلم يا استاذ اسلام ان احنا دلوقتي كل المشاكل اللي بنشوفها من شباب 15 سنه 18 سنه لسه ما فيش 20 سنه، فاحنا بنطالب بتعديل القانون بسبب كده. دلوقتي كله بقى عارف ان هو محمي بقانون زي ده، طفل حميه. قانون اي واحد عنده استعداد يموت اللي قدامه عارف ان انا هطلع تمام، لكن لو القانون اتعدل ايوه احنا كلنا بنطالب بحاجه زي دي. شكرا ليك يا استاذ اسلام، شكرا لحضرتك. احنا بنطالب من خلال البرنامج تغيير القانون، مش كل شاب دلوقتي هيبقى معاه سلاح ابيض يضيع حياه بني ادم لسه ما شافش حاجه في الدنيا، ولا وكانت ام ونفسها تفرح بابنها ويكبر قدامها ويحقق كل اللي هو كان بيتمناه، فدلوقتي اي شاب معاه سلاح ابيض بيضيع حياه شاب قدامه. معايا سامي؟ الاتصال انقطع، شكرا ليك يا سامي، حاول الاتصال مره تانية. من خلالك ومن خلال كل الشباب دلوقتي بتطالبوا بتغيير القانون؟ اكيد طبعا، يعني لان القانون زي ما احنا عارفين المحامين لو حتى محامي صغير لسه مبتدئ بيلاقي ثغرات في القانون يقدر يطلع بها واحد زي راجح ده وغيره. بس احنا مش هنسيبه يطلع. اكيد طبعا، يعني احنا مش هنسيبه يطلع، دي حاجه ما ينفعش تتساب اصلا. بس هو القانون طبعا لازم يتعدل، لازم الثغرات اللي في القانون اللي المحامين بتلعب عليها دي لازم تتعدل طبعا، لازم يبقى في قوانين يعني تمنع الكلام ده اصلا، حاجات رضيعه كده اللي هو يعني من غير حتى تحقيقات ولا الكلام ده كله. في حاجه حصلت على مرأة العين الناس كلها شافتها، فيديوهات متصوره، صور نازله، فدي مش محتاجه ان انا يبقى في شهود وتشهد ان ده قتل، لا ده في حاجه مصوره لي ان هو فعلا قتل وعمل كده وضرب بنت وقطع لها طريق في الشارع وحد اتعرض له والكلام ده كله. فالقانون مش محتاج هنا ان يقول لي ان هو صغير سن او مش صغير سن، هو صغير سن ده يبقى في كل الاحوال مش في احوال معينه بس، مش معنى ان هو صغير سن ان هو ما يتحاسبش. صغير سن ده عنده 18 سنه، يعني مش انا شايف ان هو مش صغير سن طبعا، صغير سن ده القانون لو يتعدل يعني يبقى المفروض على الاقل خالص 15 سنه، يعني عدلوا القانون اللي هو بتاع صغير السن ده خلوه 15 سنه، لان احنا شايفين كل الجيل اللي طالع هو نفس السن، وكل الجرائم اللي بتحصل بتعتبر برضو من نفس السن،
نفس الشباب، هو يعني نفس السن 18 سنة ل 20 سنة بيحصل نفس الحوادث من نفس الشباب. مش كل واحد هيقتل نقول ان هو صغير سن ويتحول احداث، لا ما ينفعش، لازم يبقى فيه فعلا تعديل في القانون على الاقل خالص في سن الشاب ده، بحيث ان المحامين ما يلاقوش ثغرات ان يقدروا يطلعوا واحد بريء زي كده. وانا يعني بستغرب من المحامين اللي هي شايفه ان هو قتل ومع ذلك بيدافعوا عنه. يعني انا لحد دلوقتي انا مش قادر افهم، لحد الان مش متخيله ازاي في محامي قبل ان هو يدافع عنه. فين ضمير اي حد ان هو انا كنت الاول متضايقه والموضوع كان مستفزني جدا ان ازاي محامي يقبل، بس الحمد لله هو ما قبلش القضيه، هو اتنازل عن القضيه. النهارده الحمد لله احنا بنطالب ان كل الناس وكل المحامين يتضمنوا في موضوع محمود ويقفوا جنبه ويساعدوه، واي حد ما يحاولش ان هو يساعد راجح عشان يبقى عبره لاي حد. انا ما اعرفكش راجح ده، انا ما اعرفكش، بس اللي انا شفته بعيني انت مش بني ادم. اللي انا شفته وانت بتعمله والالفاظ السيئه اللي هي بتدل ان فعلا انت ما تربيتش ولا تعرف اي حاجه عن التربيه، الالفاظ اللي احنا سمعناها دي كلها، انا بطالب ان ما حدش عاد يسمع المقطع اللي هو نازل على السوشيال ميديا كله ده. يا جماعه يا ريت ما نسمعوش، وطبعا في اطفال وكل ده بيتداول قدام طفل يسمع الكلام دوت ويكرره تاني. احنا بنحاول ان الناس كلها ما تعرضش الموضوع ده تاني. معاه خالد. السلام عليكم. عليكم السلام. انا برحب بحضرتك وبرحب بضيوف حضرتك. اهلا بيك. وكنت عاوز بالنسبه لموضوع محمود، في 100,000 موضوع زي محمود. ده اللي احنا بنتكلم فيه النهارده. هو محمود من حسن حظه ان هو تداول في السوشيال ميديا، فالناس كلها اتكلمت عليه. علشان ربنا بيحبه. في كذا محمود. أيوة. في 100,000 محمود، في مليون محمود. ايوه. انا هاخد الموضوع من وجهه نظر ثانيه مختلفه عن حضراتكم شويه. تمام، ايه رايك؟ احنا رأيي أنا، إحنا المفروض إحنا لما بنتعب بنروح للدكتور بيشخص لنا الحالة. تمام؟ يعني أنا أشوف إن الناس والظاهرة دي انتشرت من إيه؟ أيوه. إحنا دلوقتي عند كل أفلامنا الألماني وعبد موتة صح وفارس الجن. محمد رمضان. تمام، إحنا قلنا بس قلنا في الآخر إن هما بيظهروا إن الواحد في الأول بيكون إيه وبيرجع آخرته بتبقى عاملة إزاي؟ خد إعدام. تمام. اتعدم. تمام حضرتك. وحاول حضرتك حاول يتوب لربنا وعرف إن كل اللي عمله غلط. حضرتك أنا بتكلم من نقطة تانية، حضرتك برضو إديني فرصتي. ماشي. أنا بتكلم من مبدأ، أنا لما باجي آخد قدوة لواحد باخد، ممكن آخد دكتور فبحاول أقلده. تمام. ممكن اقلد ضابط شرطه. احنا صغيرين كان اهالينا في العيد بيجيبوا لنا لبس الضابط. تمام، كلامك مظبوط. واحنا صغننين كان اهالينا يجيبوا لنا بدله الضابط. كان نفسك تبقى ايه؟ نفسي ابقى ضابط. تمام. فدلوقتي احنا السوشيال ميديا بتاعتنا عادت الالماني وعبد موته وكلام من هذا القبيل، فاحنا بنشوف بنقلد. ابنك الصغير لما بيشوف بابا بيعمل حاجه بيقلده. تمام. الطفل في البيت حضرتك ما بيشوف والده او والدته بيعملوا حاجه بيقلدوهم. ايوه فعلا. فانت بترجع توجهه بتقول له لا كده غلط، كده عيب، ده صح، ذاكر. انت دلوقتي اتكلمت في نقطه كويسه قوي يا خالد، ان انت دلوقتي بتتكلم عن التربيه. مظبوط. تمام. انا بتكلم حضرتك في الاقتضاء بالشيء. تمام. بقول لحضرتك واحنا اطفال كان اهلنا بيجيبوا لنا لبس الضباط عشان نبقى ضابط شرطه. فانا بتكلم في المبدا بتاع التوجيه حضرتك. المفروض احنا بنوجه بنقول كده صح كده غلط. فانا ده اللي حضرتك بتكلم فيه، لكن بالنسبه لموضوع راجح، في 1000 راجح، في مليون 1000 راجح. ايوه بنقابلهم وبنشوفهم وكل يوم شايفين مشكله وكل يوم شايفين. احنا برضه بنقول المحامين، المحامي ده شغله زي الدكتور ما شغله. زي الاعلام. ايوه فهمت حضرتك على ايه انا بتكلم. أيوة. فيه احنا المفروض بنتكلم عن التوعيه، ان انت بتطالب ان كل اسره توجه طفلها ان هو فعلا يتفرج على ايه ويشوف ايه ويحاول يقلد ايه. أيوة. ويحاول ان هو يتربى تربيه سليمه من البدايه. أيوة. عشان ينشا على المفروض المثال السيء. ايوه نبتعد عنه، الكويس
نفسنا يبقى في احمد زويل، نقطع اي حاجه تكون ايوه تكون سيئه. نفسنا يبقى في احمد زويل ومجدي يعقوب، نماذج مشرفه، الوجوه المشرفه. نفسنا يبقى في ام كلثوم، نفسنا يبقى في احمد لطفي السيد، نفسنا يبقى في يعقوب، فاروق الباز، الامزجه اللي نقتدي بيها. شكرا ليك يا خالد. معايا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. معاكي محمد فوزي. اهلا بحضرتك. والله انا ليهم دخله بسيطه خالص. طبعا انا معجب بالبرنامج بتاعك جدا، والحلقه جميله جدا وبتتكلم على الواقع اللي احنا فيها. تمام. اما حضرتك بالنسبه لموضوع محمود راجح، هو مش محمود راجح بس، ولا ولا الشاب اللي جه دلوقتي عشان خاطر اللي احنا كل شويه على الفيسبوك والتويتر والكلام ده كله. احنا بنتكلم على ظاهره 105 مليون شخص في البلد عندنا، كلهم عندنا نفس المشكله. هو ده اللي احنا بنتكلم عنه. اول حاجه نتكلم فيها البيت، التربيه، البيت. كله بيطالب بالتربيه، هي دي والرقابة. لازم يكون في رقابة. حضرتك دلوقتي الولد بيروح من 7 لـ8 دروس في اليوم. تمام. انت هتعملي عليه سبوت فين ولا فين ولا فين، ولا هو بيروح فين، ولا اي واحد عمره يعني ما فيش طالب او طالبة يقدر يروح 7-8 دروس في اليوم الواحد. بيروح 3-4 دروس، والثلاث دروس الباقيين بيروح يقضيهم في السايبر وفي النواصي والحاجات اللي انت اللي البلد كلها اللي كلنا بنسمع عنه. حضرتك بالنسبه للي بيحصل في البلد دلوقتي، هي بتيجي الاول حاجه من البيت. وانا معجب بحضرتك جدا جدا. ربنا يخليك. بشكرك. وبسم الله ما شاء الله عليك، ربنا يبارك لك يا رب. بشكرك. شكرا. احنا عايزين ايه النصيحه بقى اللي احنا كلنا عايزين نقدمها النهارده؟ طبعا كلنا بنطالب ان احنا يكون في تربيه، يكون في رقابه. انا شايفه ان بنتي او ابني زي ما استاذ محمد اتكلم في 5-6-7 دروس في اليوم، لا انا مش هجيدك، هو على قد طلب. بدل ما تنزل وتصاحب على صاحب سوء او ده يقول لك اشرب كذا او شيل كذا، لا تعالى معايا نلعب في السايبر، بنت ما نبقاش عارفين هي فين. احنا طبعا بنطالب بالرقابه يا جماعه، اهم حاجه الرقابه. انا بشوف بعيني بنات ولا هي كانها راح درس. فطبعا بطلب منك نصيحه يا شيماء لكل بنت، ان هي فعلا لو هي خرجت عن يعني ساءت الطريق كده وخرجت عن نطاق التربيه والحاجات دي كلها، بتطلبي منها ان هي ترجع لايه؟ اول حاجه طبعا الصلاه، لان حته الدين جوه البنت بتخليها ما تعملش حاجات كتير غلط. طبعا. تاني حاجه طريقه لبسها وطريقه الميك اب الاوفر واللينسز. انا بشوف بنات 12 و13 سنه بحس ان هي رايحه فرح. ايوه ده كتير، دي ظاهره جديده احنا شايفينها. تبقى الصبح رايحه المدرسه لابسه لبس غريب، حاطه ميك اب فظيع، انا نفسي اتكسف احطه. ما ساعدش الولد ان هو يوصل بالزبط للمرحله اللي هو يتهجم عليا. بالظبط. انت بتطالبي منها ان هي تكون ملتزمه بدينها وبتربيتها وباخلاقها، مش الميك اب اللي هيخلي الشباب ان هم حتى لو عكسك، هو هيعكسك دلوقتي بعدها بخمس دقايق هيشوف غيرك هيعكسها، انت استفدتي ايه؟ كده انت ما استفدتيش حاجه. لما تكوني متربيه على التربيه، شايفك ماشيه الف كده، ماشيه قدامك كده ماشيه الف، هيقول عليكي فعلا بنت كويسه ومتربيه، مش هيقول عليكي حلوه حتى ميك اب، لا مش هيقول عليكي كده. حاولي تبعدي عن الموضوع ده شويه. والله العظيم انا فعلا بشوف بنات 14 سنه فول ميك اب، لبس مش عارفه هي رايحه فين، مش دخل ما دخلتش الدرس، قاعده كده شايفه كام ولد واقف وقاعده قدامه. فطبعا بطالب من كل ام برضك ان هي تكون في رقابه على بنتها، تحاول ان هي تصاحبها، تعرف منها هي بتروح فين، بتيجي منين، تنزل معاها، فضفضي معايا احكي لي كده. اللي لما الام تصاحب بنتها دي هتبقى حاجه كويسه. شوف كمان شكل بنتها بدون مقاطعه لحضرتك، تشوف نصيحه منك سريعه كده. نصيحه مني الاول، عايزه يعني هوجهها للاباء قبل حاجه. يعني هو بيقول ان ابنه بينزل مثلا 7-8 دروس في اليوم. تمام. طيب حضرتك ممكن تحدد له وقت وتعرف ميعاد الدروس بالظبط، وتستنى لما يرجع البيت تشوف هو كلم مين، عمل ايه النهارده،
هو فعلا خد دروس؟ اكيد اللي بيروح درس ده بيكتب تمام وبياخد واجبات والكلام ده كله فطبيعي انك لما يرجع البيت تساله انت اخدت ايه النهارده، اتكلمت مع مين النهارده في التليفون، افتح تليفونه. ايوه لازم يطبع على فعلا يعني ده لازم يحصل، يعني مفيش مشكله هتحصل خالص لو انت اتاكدت شفت ابنك فعلا اللي هو بيقوله لك ان انا نزلت النهارده 8 7 دروس يكون مصاحبه. اه مفيش، هو لو احكي لي. ايوه بالظبط كده، حتى انت لو لقيته عمل حاجه غلط لما هتلاقيه عمل غلط هتقدر بعد كده ترجعه عن الغلط ده وتفهمه ان ده غلط وده صح. لكن انك تسيبه بياخد السبع تمن دروس وفي اخر الشهر حضرتك بتديله الفلوس عشان يروح يدفع حق الدروس وانت حضرتك ما تعرفش اصلا هو فعلا راح دروس ولا لا، حضرت السبع تمن دروس اللي هو قال عليهم ولا لا، الكلام ده كله لازم يحصل اولا من الاب والام سواء للبنت او للولد. وبعد كده صدقني والله الوضع هيبقى سهل عن كده، يعني هلاقي ان ابني بعد كده انا لما براقبه مره واثنين وثلاثه هو هيستحي ان هو يعمل غلط وبعدين هيبقى عارف الغلط من الصح. لكن دلوقتي عشان هو فعلا مفيش دين زي ما هي قالت وحته الصلاه والكلام ده كله هو ما يعرفش، هو بيقلد اللي حواليه بس. شكرا لنصيحتك. شكرا. إيه طبعا احنا النهارده بنحاول ان احنا خرجنا بره صندوق الحلقه خالص، إيه بنطالب بتعديل القانون ان فعلا كل شاب اهله قلبهم محروق إيه يحاولوا ياخدوا حقهم، القانون ده ما يحميش اي مجرم يحاول يعمل اي غلط. طبعا بوجه رسالة لأهل الشهيد محمود البنا، ربنا يصبركم وإن شاء الله حق محمود راجع، وبتمنى لكم يا رب السعادة تخش قلبكم إن حق محمود يرجع. دي فعلا هنحس إن هي نارها بردت أم محمود لما نحاول نجيب حقه كده، وإن احنا ما نبطلش نعمل هاشتاج لمحمود ونخليه فعلا الترند الأول دايما. وشكرا ليكم وانتظرونا في حلقات قادمة برنامج جمالك مع داليا.